يعني مرسل لي انت على اساس اني اعلامي ومو بعزيز لا من القائد انت وجيك واطق اوكي ما دريت تدخلهم بجروب كلهم والله جروب انا انصدمت ما ادري حتى اسم شو اسمه جروب كان في اسم جروب اعلاميين حاطه الفئه اللي هو حاطه اعلاميين صارت اسم جروب واجي احط اغير اسم جروب قلت اعلاميين في قلوبنا السلام عليكم ما انسخت الكلام قلت السلام عليكم تري جايب العيد مع السلامه وضحك ويدخل هذا بيدخل هذا ويطقطقون لا وشوف لي ناس يبون يتفاعلون كاتبين لو سمحت قولوا لنا وش قصه الجروب عشان نتفاعل وفي بعض الناس قالوا والله احنا نعتذر لانه عندنا جروبات المهم صار الجروب ضحك قعدنا يمكن 3 ساعات ما فكت الجوال استنست اضربت الضحك وقالوا بعض الناس قالوا وش وينك نزلت الجروب لانه في ناس والله اجت قديم من عنا نزل هذا نزل رساله هذه نزلت هنا وصار يوم قاعد شوي قلت يا جماعه الخير اللي بيطلع يطلع انا اصلا ساعه ترى احذفكم كلكم صح صح الحين بعد الفطور صح الحين كلها زبده من الموضوع ذا كله تبي تهنيهم وقال بطقطقه وقال وين التهنئه ضاعت بالعكس والله طلعت ازين من التهنئه اهم شيء انه ربطتنا بناس مبطين عنهم ايوه يعني انا صرت صله قرابه ممكن انا جبت لك اجر جدا شفت شلون جدا انك اهمني اخي المسلم نعم اخي المسلم الاعلامي لكن شوف ترى التهنئه بشكل عام بعض الناس يهنيك قبل العيد بشهرين الله يجزاه خير زين هذا ما نساك التهنئه الصحيحه هذه في تسرع التهنئه الصحيحه انك بعد صلاه العيد تهني مو بليله العيد ولا قبل عيد باسبوع هذا يبي عشان الزحمه وفي ناس احيانا يعني جاء يوم الجمعه اللهم انه يوم الجمعه اللهم انه اول جمعه برجب اللهم انه اول جمعة. اخر جمعه وين يعني في شيء له علاقه بالشيء ذا رجعه مفتوح يعني سالفه اني ابرسل بعد صلاه العيد هذه والله ما جت ايش دعوه والله طيب العظيم بعد العيد يا رجال ما انا فاضي تلقانا الحين وقتها طيب في اقتراح شيء طيب مناسب صراحة. يعني مثلا الله والله طيب صح يعني مثلا ممكن تهني بدل ما تهني يوم العيد مع الزحمه والعالم وكذا ثالث العيد العيد 3 ايام فثالث العيد ارسل تهنئه لاني انا احيانا ثاني العيد انشغل بالجوال اقدم امسح الرسائل المعلبه ذي اللي نسخ ولاصق نسخ ولاصق حتى رد على اللي تعرف يعني ترد عليه وبس بس احيانا ودك تشوف رساله ودك تشوف رساله احيانا كل شخص له طريقه تحس ان الواحد كتبه لك فعلا في بعض الناس يرسل صوت صوت حلو لا بس يرسل على 60 لا لا هو بجروب يعني لا رسالة تجيك بالخاص بس انه مرسل صح ايه هذا لكن هو لا ممكن يذكر اسمك بعضهم هذا يذكر اسمي يعني اقول لكم ما شاء الله طبيعي يعني اقول لكم لا مالك اقول لكن والله اهم شيء انه التواصل نعم صح الله يجزاك خير يا شيخ الله يخليك الله يجزاك خير يا شيخ مثل ما سويته اليوم ووصلتونا بالجمهور الله يجزاكم خير والله شرف ساعات والله انا والله اني منقطع عنهم كل لك يا شيخ والله العظيم تواصلت معهم انه شرف كبير حبيبي ولهم فضل علينا ولهم حق صح والله جايك ذي تشريف والله الله حتى انت على جناح سفر الله فكثر خيرك اللي الله يسعدك لا قصرت يستاهلون والله ويعذرون عن خطو عزيزه وغاليه والله الله يخليكم الله يحييك باذن الله اليوم عاد نفرحهم شيء يليق فيهم بس ان شاء الله ودي تحدثنا على انا زعلان عامر انا زعلان ترى طاف بس هذا قبل شوي زعل مرتين هناك كيف تبغاني راضيك بس لا خذها معك لندن والله تبطي والله تبطي لا لا ليش يا اخي شخص يعني دائما كذا يضحك صح البشاشه هذه تشرح خذ الصوره طيب خلاص صوره حلوه يضحك و... ولا حط شوف مالك الا اصور لك سنابات هناك يا انك صبر. يا انك تاخذ معك لندن ولا الحين تصور صوره تحط الخلفيه بجوالك شوف بسعدك خلاص بشخص لا يا رب انه ما يعلق يا رب انه ما يعلق لا تحرص ما هم مشكله غدك مستخير ترى شوف انشلته لا لا ابد انشلته بس وين اروح؟ بسم الله رحت للصور جنرال صح حط بجروب حط له جروب الحاله حط جروب اعلاميين يلا بسم الله صور اوكي كيو كده انت صاد الحين والله لا شكرا ولا تسكتوا والله بصوره ذكرت من اول اللي يعطيك فلاش يقول صور لا لا هذا هبل بصور شيء تنشب لك ادري بسم الله الحين حط خلفيه
لا تحارس يا أول طلعت أنا ملزم والله ما بس إنه يا أخي والله العظيم إنه إذا فتحت جوالك وشفت صورتي والله العظيم إنه تجيك السعادة. صح أحيانا إن شاء الله أحيانا يعني أنا شوف حاط صوتي بجوالي يجي منك أكثر والله العظيم يعني ليش أنتم مكبرين الموضوع والمسألة لا لا أبد شاي على مستوى ما شاء الله عليك سانع بالله الحين مضبوط عندك أنا ما أذكرني قد غيرت خلفية يعني وأنت ما شاء الله حادك صورت أنت خلاص صورت أبد يلا بسم الله الحين نسوي جروب الله يعين لا والله والصراحة شاغلة بالرسائل جروب طيب يا خلاص. عاصم بما أنه مشغول بوجهه بما أنه خلاص خلصنا الحين الله أكبر نبي شو اسمه الحين الكليب اللي عندك نعم. عن ايش ووين صورته العمل يتحدث يعني عن ايش وكلمات مين العمل اسمه رجوة سراب رجوة سراب يتكلم عن الحنين والحنين كله حنين ومشاعر العمل هذا له قصة جان قبل زيد رصيدك جان شخص قال هذه أختي كتبت الأبيات فجاء لحن ببالي وصراحة حبيته جميل كل الفترة اللي راحت نسيت العمل طلعت على قناة بداية قبل سنة وأنا بالخط أتذكر أعمال جديدة لي اللي بيجي اللحن ذا ببالي وأقول أعجب الجمهور فقلت أبد وعد بإذن الله أني لا أسجله ما شاء الله والآن وفيت بعهدك الحمد لله وجيت قولهم ترى أنا سويتها هذا اللي سمعتكم إياه قبل سنة طبعا أبد الطلعة اللي قبل هذه طلعت بخمسين ليلة أيوة قبل العام العام نعم فبإذن الله أنه اليوم يعجبهم إن شاء الله طبعا هو من كلمات الشاعرة منيرة هندسة صوتية عبد الله العبرة مؤسسة شاتيك تحياتنا ل والله نمسي عليه بالخير بيوسف ما قصر صراحة أبدع اي والله ما شاء الله مبدع جدا ايضا شاركوا معنا شركاء نجاح مؤسسة ديم لايت حمود نغيمشي والشباب ما شاء الله كفو مبدعين شباب من القصيم كفو مؤسسة لهم قاعدين يشتغلون شغل صراحة ترى بيض الوجه صراحة الطب شيء يشرف والله زي كذا والله العظيم والله والله شيء بيض الوجه اللي يعطون ولا فيها اي اجنبي هذا كل شيء شغله كفو والله يستحقون التشجيع والتحية والله العظيم يعني حتى انه شغلهم جبار ترى مو انه شيء عادي احترافي احترافي جدا ممتاز وبرضه نشكر راعي العمل حلويات فيان ببريده ما شاء الله يعطون العافيه ايضا الغالي انس الثويني هذا وقف معي وقفه ما انساه كفو والله قام بالعمل انا والله اني كنت مسافر ويعني ما انتبهت له ابد لا مونتاج لا شغل لا كله هو قام به حضر لك كل شيء كل شيء اليوم زواج اخوه الليله مبارك له وخيه والله يبارك له ويجمع بينهم خير مبروك الله يوفقهم ان شاء الله امين يا رب ويصلح بينهم تقول خاشع سعود يا رب يا الله يا رب اخر ضعيف بعد الافطار امس حاضر من زواجين يا الله يا رب وقبله الثالث ذهب تعب وقبله زواج يا الله يا رب انك ترزقنا يا الله يا رب انك ترزقنا امين يا رب الزوجة الصالحة طيب وتر هو المزيونة انت ليش تبتسم انت في تخيلات في تخيلات يلا ترزقها بس بعدي لا لا شوف لا لا شوف شوف هو اصلا انت خلط جو الحنين ايه ومع الخضار هذا الحين نصيحة يعني ما يبسم يعني بقى هات بس انت لو شغل الحين الحنين ناصح لا تخلي اخلي منيب ذا اللي مشتاق له يشغله لا 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 خلاص لا لا خلاص. ما يحتاج ترى والله لا ها طيب لا اسلم انا سثويني ما قصر انا سثويني والله ما قصر اقول لك يعني ليله زواج اخوه مع ذلك صراحه الى اليوم الظهر انا رايح للمؤسسه انا جايب السي دي انا رفعناه باليوتيوب كفو والله برضو عاصم الوشلي هذا مصور عزيز وغالي صراحه الحين هو قاعد ببيتهم نزل انتو ورايح ببيتهم هذا يرفع على اليوتيوب جميل يعني في طاقم عمل ما شاء الله ما قصروا على فكره ما شاء الله تبارك الله ترى في شباب سعوديين محترفين لا من تصوير لا من صوتيات لا من مؤثرات صوتية صح. لا من إعلانات وتسويق إلى آخره صراحة عندنا طاقات تحتاج شبه. يعني استغلال بالضبط. تحتاج إن القطاع الخاص يعطيهم مجال وتحتاج دعم فعلا يعني صراحة في ناس بس محتاجين أحد يتبناهم بالضبط. ولهم طاقة يعتمد عليها وما يقصرون وكافوا وعندهم يعني حاجات جميلة ما شاء الله أتوقع أنه بدأ الفيديو كليب حقك أستاذ عاصم نعم اسمح لي ودنا يعني أنت جربت شعور أنك تقدر تنشد صوت شلال عندك
شيء جديد هذا والله. ايوه بركات استديو هذا حبيبي. اجل تفضل. عند الشلة؟ عند هذه. بعيدا عن هذا الشاي. بعيدا عن هذا الشاي باك جراوند تقدر تخلط اللغة العربية مع الاجواء. ايه ابيك تجلس هنا توقف الدنيا يفتح النفس وهذه معك. لا 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 انا انصحك انك ما تشرب. ها هذه عندك. نبي كذا نشود جميلة مع صوت الشلال يحسون انك قاعد بالبوسنة. صوت الشلال. صوت الشلال انشود قصدك. ايه انا مسكت صوت الشلال نسيت. لا انا ما قلت لك لحن صوت الشلال. اي بس معليش انا ابي كذا قاعد تقول صوت الشلال شيء كذا عرفت يعني شيء سطحي هو يسمون ارضي. بعطيك شيء بسيط بس انه شيء بس ترى انا شو طيحن بهذه شو شيله انا ما هرموني بعطيك قرار. ايوه وبطلع بجواب كبير بس منيب في صدى هنا ما على كسهله. يلا هجم منيب ترى يسويها منيب يسويها عطوا صدى. يلا نبي كذا نبي نستمتع. انا بستمتع. يلا بسم الله مع الشله مع الشله جنب الشله انت لحالك. بسم الله. الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر علينا رزق وجالي حث الخطايا وشرقها وغربها وقطع بها كل فج درس خالي. الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر علينا رزق وجالي حث الخطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج درس خالي. اعطيتك قرار وجواب ومع صوت شلال. يا شيخ ابى افتح استوديو خلاص. ثانيه تبي ثانيه؟ يلا اي اي تكفى. بسم الله نبي نعطيك عاد لغه عربيه. يا سلام بس قرب الشلال عشان يصير خش. انت تبي شلال ولا صوت؟ يعطي صوت. يلا بسم الله. كانوا مايك عرفت كانوا مايك شلال. ولا رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج فرجت وكنت أظنها لا تفرج. الله 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 يا سلام. ايش في بعد؟ طيب بقى واحدة بقى واحدة عاصم نبي الجديد عاد. الجديدة لا نسمعها افضل. اذا شوف اذا ضبطت الامور ان شاء الله باذن الله تضبط. ضبطت الامور نبي على لكن انا ودي انبه الناس انه مثل ما هم شايفين الاستوديو هذا يعني ما شاء الله تبارك الله انتم كانكم جايبين شيء من بيئة القصيم. الناس اللي ما يعرف القصيم اي نعم ترى هذا سنه ابد يعني سنك مخبوب يعني بالضبط يعني أقول مع اختلاف بسيط بس شيء بسيط ولا قلت انه المشتل حق بيتنا. الله اكبر بس انه هذا ازين انه يعني الخضار هذا اتوقع يا جماعه اللي ما زار القصيم ولا زار لا عنيزه ولا بريده ولا المذنب ولا الرس ولا الخبره ولا الرياض الخبره وغيره من المدن بكريه وغيره ابد شوف هالاستديو يا سلام بس ترى في نخيل في نخيل طبعا في نخيل في اشياء اكثر في مفاجات في مفاجات إيه يعني لا تفاجئونهم انتم انه يدخل قصيم يلقاه زي كذا. لا 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 قول في بران هو في 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 لا يحكم من اول نظره ما انصح يحكم من اول نظره. ايوه ابحث في اخبوط يعني لازم يدور في بعض الناس يمكن يوصل قصيم ما يشوف شيء يدمر. ترى على فكره لا لا انا قلت على مسؤوليتي. ترى على فكره في ببريده مزرعة الراجحي هذه داخلة موسوعة جينيس فأكبر مزرعة أكبر مزرعة نخيل مزرعة نخيل في العالم. وعلى فكرة هذه وقف أي نعم وقف كاملة كلها كل لله الله أكبر والله يعني صراحة شيء في جد مثل هذه فيه منتزة أتلانتس ببريدة نعم أيوة مغلق فيه نعم طيور نعم هذا وشغل طبعا صراحة. وسعوها الحين حيكون معلم سياحي بإذن الله ما شاء الله. وتحياتنا للمهندس عبد الرحمن السبيعي أبو نور ما شاء الله والله أبو نور ما قصر معنا. اي والله قمنا بزياره قبل فتره فيه شيء اي ما شاء الله عليه حتى حاط محميه وحاط طيور مختلفه وطيور غاليه وطيور يعني شيء نادر صح
صح ان شاء الله ممكن يكون له مشاركه معنا باذن الله نتواصل معه الله يسعدك باذن الله يعني ابرك الساعات يعني احنا نرحب بمثل الناس الله يخليكم يعطون طاقه ايجابيه للبيئه